فيلا نشوف النتيجة النهائية. 1 2 3 الشكل أسطوري، وال شوفوا كيف هيك الإضواء بتلمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف. طب يا عبود، شو هذا اللي على الحلبة وليش موجود أصلا؟ زي ما شفتوا بالصورة المصغرة وبالعنوان، رح نعمل الحلبة المضيئة. وللي ما بعرف، هذا هو حبل ضواو ملفوف، وهون الريموت وهون السلك تاعه، وفي بعض اليوتيوبرز بيستخدموه بس من أنواع أحسن. فاليوم أنا جبت هذا، طبعا طوله 5 متر، إحنا بجوز نحتاج بس متر أو أقل. أصلا أنا لما اشتريته ما كنت ناوي إني أعمل هاي الفكرة، بس لما اشتريته وفتحته حكيت ليش ما أسوي الحلبة المضيئة. فاللي رح نسويه إنه رح نلزق الضواو على كل الجهات من الحلبة، من اطراف الحلبة كلها، عشان تصير تضوي بثلاث ألوان. فقبل ما نبلش، اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الحماسية القادمة. وبس، ويلا نشوف الضوء مع بعض. طبعا أنا كنت فاتحه لما اشتريته، لأني أصلا ما كنت بدي أعمل هاي الفكرة وما كنت مفكر فيها أصلا، فرديت رجعت كل إشي عشان نفتحه مع بعض كمان مرة. زي ما انتم شايفين من ورا العلبة بشرح لنا مواصفات سلك الضوء، او بتقدر تسموه RGB light او RGB ما بعرف LED strip. وهون عنا كل اشي، فهون عنا السلك زي ما انتم شايفين، وهون عنا السلك الثاني او اللي راح يشغل الاضاءة. فزي ما انتم شايفين بكل سهولة بتيجي توصلوا الاسود بالابيض زي ما انتم شايفين، وبنخليه على جنب لانه هيك احنا صرنا مصلينه. ويلا نشوف الريموت والاضاءة. زي ما انتم شايفين هون عنا الريموت، راح اشرح كل اشي بس نشغل الضواو. هون عنا اون اوف وار جي بي، يعني ريد جرين بلو. هون عنا فلاش وفيد وسموث، زي ما انتم شايفين بنقدر نتحكم كيف شكل الاضاءة راح يصير. اما اخر اشي عنا واللي هو حبل الاضاءة، زي ما انتم شايفين هاي ملفوف فيها الحبل. وهون كمان عنا زي ما انتم شايفين هون عنا ورق، هذا بنشال وبتلزق على الحيط. بس احنا ما رح نشيل هذا الابيض عشان نلزقه على الحلبة، لانه بجوز يخربها او يظلها ملزقة للابد، فرح نستخدم اللزيق الشفاف. فاللي رح نسويه انه نجيب سلك الضواو مع سلك السلك الاسود والابيض وندمجهم مع بعض او نوصلهم مع بعض عشان تشتغل عنا الضواو. ويلا نشوف لون الضواو مع بعض قبل ما نركبها على الحلبة. زي ما انتم شايفين على اليسار ركبت الوصلة، وهسا نكبس على الأون. زي ما انتم شايفين طبعا نقدر نغير بالالوان، بس خليها لاخر اشي. هون بنقدر نثبت على جرين، وهون بلو، وهون ريد، يعني احمر وازرق واخضر. اما بالريموت على اليمين عندنا فلاش، وهاي الاشياء نقدر نتحكم بنوعية الاضاءة، يعني انه كيف بدنا الاضاءة تتحرك. فلو مثلا كبسنا فلاش راح تيجي هيك، لو كبسنا فيد يعني اختفاء راح تصير تختفي وتيجي زي ما انتم شايفين. فخلينا نطفي إضاءة اللي أنا مشغلها. شوفوا مثلا لو بدنا نكبس فيد يعني اختفاء، بتصير زي كأنها قاعدة بتختفي. فأنا هسا طفيت الإضاءة اللي كنت مشغلها، بس خلينا نضويها. طبعا الألوان على الحقيقة أكيد أحلى، هون بنقدر نحط أزرق وأخضر مع بعض، أما هون بنقدر نحط أحمر وأخضر مع بعض، يعني في ألوان كثير وبنقدر نتحكم بشدة الإضاءة. وهسا خلينا نبدأ تلزيقها على الحلبة. أول إشي رح نسويه إن نشيل الجدار الشفافي اللي على الحلبة. فكيف رح نشيل الجدار الشفافي؟ رح نشيله بس أول إشي رح نشيل الزرق هذولا بريبكورد اللي مثبتين الحلبة. زي ما انتم شايفين مثلا بتحطوا الريبكورد هون وبتنفك معكم الثنتين، فبفكهم برجع لكم. فيلا نشيل جدار الحلبة بعد ما فكينا المربعات الزرق. طبعا احنا ما رح نسوي اشي بالجدار الشفافي، بس على الحلبة البيضة. فاللي رح نسوي انه نلزق الضواو على الحلبة هون من الثلاث جهات، يعني زي هيك. وكمان خلينا نترك شوية حبل مش ملزق على الحلبة عشان يظل في مجال للسلك مش ملزق. فمثلا رح نخلي كل هذا مش ملزق زي ما انتم شايفين، ونبدأ من هون من محل ما انا حاط ايدي زي ما انتم شايفين هيك. فأتوقع إنه راح نحتاج للزيق المحطوط زي ما انتم شايفين هنا من الضوء نفسه جاي، لأني جربت باللزيق الشفاف بس مش راضي يمسك.
فزي ما تشايفين انا هنا لزقت اول جهة ويلا نكمل. فاللي راح نسوي انه بس نشيل الورقة بيفتح معنا اللزق وبنيجي نلزقها هيك متساوية. زي ما انتم شايفين هيها، واللزق طبعا هو بيمسك، وجربت اشيله فانه ما راح يأثر على الحلبة كثير. زي ما انتم شايفين الشكل الاسطوري طالع. هنا عنا الجهة الثانية نزلت شوي عن الجهة الأولى بس عادي، فهي الجهة الثانية وباقي جهة واحدة زيها. فيلا أنا متحمس كثير طبعا عشان أشوف الضواو على الحلبة، فهني أصلا هذول ما راح يبين، بس راح يبين إنه ضاو حوالين الحلبة، وهسا راح نشوف النتيجة. طبعا اذا بعدك مش مشترك بالقناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الحماسيه القادمه وافكار جديده. فمش عارف اذا نلزق على هاي الورقه، فيلا هاي الجهه الاخيره وبنخلص. بس هون احنا لازم، ما بعرف شو نسوي لانه عندنا الجهه الثانيه كمان هون، فهسا بشوف شو بصير وبرجع لكم. فزي ما انتم شايفين هاي النتيجه النهائيه، هون الحبل اللي موصول وراح نخلي هاي في زي هيك. زي ما انتم شايفين هنا السلكين لزقتهم بلزق شفافي. زي ما انتم عارفين انه اللزق الشفافي بعيط بسرعة وبزعل، فما بدنا نزعله كثير. وهنا ركبنا القطعة الثانية وهنا الثالثة. فبعد ما خلصنا ظل هنا هذول السلكين بس عادي ما راح يأثروا، بس ما بعرف كيف راح نخفيهم بالتصوير ان نسوي الحلبة هيك، بس خلينا نسوي هيك احسن. فيلا نشوف النتيجة النهائية. 1 2 3 شكل اسطوري. وال شوفوا كيف هيك الضواو بتلمع. جرب نحط هيك بلو، بس هيك مش حلو، بس انه لما يكون هيك ثلاث ضواو. استنوا انا قاعد بخبص بالريموت من كثر الفرحه والمفاجاه. نقدر نتحكم هنا نحط فلاش احمر وازرق وانسى. زي ما انتم شايفين ان شاء الله راح اخليها هيك الحلبة، وبكل فيديو راح تكون الحلبة مضيئة زي ما انتم شايفين. فانا كنت بفكر اني احط كمان هنا على الشفافي، بس حكيت خلص ما راح يزبط، ولو زبط ما راح يطلع احلى كثير لانه راح يكون مبين السلك. فهنا هيك مبين شوي بس انه عادي. اما هنا الرد، خلونا نجرب الرد هيك رد لحاله. اما لما نكبس الكبس اللي تحت الرد اللي تحت الاور هون البرتقالية بيجي معها اخضر، ولما نكبس الكبسة كمان البرتقالية هون اللي تحتيها كمان اكثر بيجي السطوع اقوى والاصفر اقوى. يعني هذول اللي تحت الاور بتحكموا بالسطوع وبيكون لونين، اما هون الجرين زي ما انتم شايفين بيصير جرين وبلو مع بعض، وهذول الاربع كبسات بتحكموا بشدة الاضاءة. اما هنا بتقدر تحطوا ازرق واحمر من الكبسه اللي تحت البي يعني تحت البلو، وبتقدر تتحكموا بشده الاضاءه من هنا الاربع كبسات. اما هنا زي ما حكيت لكم الاربع كبسات هذول بتتحكموا كيف بدكم تطلع نوعيه الشكل، او انه كيف بدكم الاضاءه تتحرك الضواو. زي ما شايفين اذا حطينا هنا فيد بتصير كانها قاعده بتختفي. فما بعرف اذا راح تظلها الشكل زي هيك، لانه بعد بكره 1/7 راح نسافر على الأردن، أنا حاليا بالإمارات، فعشان إنه بدنا نحطها هاي بالشنطة، فبجوز نشيل هذول الضواو وبالأردن بس نوصل أرجع أركبها زي ما أنتم شايفين. بس عادي بجوز ما نسوي ولا إشي من هذا اللي أنا حكيته وأحطها هيك عادي. فاللي ظل من الإضاءة من سلك الإضاءة زي ما أنتم شايفين هاي بس، فما بعرف إذا راح نسوي إشي مستقبلا إنه راح نحطها بالشفافية، فما بعرف شو بدنا نسوي بهاي. ويلا نسوي نزلات سريعة بالخادم الموتور الصيف الباباج بيرست فينيش. شوفوا شوفوا درايفر الخادم هناك فوق على اليسار. نشوف إذا مهرت السيف الثلاثي. السيف الثلاثي الطابق الحديد مع السيف، طابقة الحديد مع السيف. خلص معناته كان من زمان ركبنا الضواو عشان يجي بيرستات. 3-1 جو شوت جو شوت بيرست فينيش. لا بجوز نسوي هيك نزال خاص
إذا في برسات كثير. 3 2 1 go shoot. نطلق السيف أول بعدين خدم توهج. تصادم شرس، تصادم شرس كثير. بجوز نسوي هذا النزال بفيديو بعد هذا الفيديو، بجوز نسوي هذا النزال فترقبوا الفيديو، أو بجوز ما نسويه فبجوز بلابل ثانية. وبس ترقبوا الفيديوهات القادمة، وإذا عجبكم هذا المقطع اضغط زر اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الحماسية القادمة والأفكار الجديدة وفتح العلب الجديدة القادمة. وبس ومع السلامة. الإضاءة عجبتني بشكل أسطوري.